خير الاولى اها اللي دار متردد تاع طعام ولا سلافه تاع طعام وما ملاها والزوجه اها والزوجه اها اللي متكلمه وما وفاها والتالتة اها والتالتة اها اللي عندها شي بلاد وما حماها. صديق الماحي راوي من مدينة بلعباس ورث هذه الهواية عن سلفه، وهو يجمع اليوم على عائلات حول قصص وعبر في سهرة رمضانية مميزة. هذه ما تقولها ليش أنا يا كيما قالت القنقرة خروج بطاني ولا خروج وطاني. الفن هذا ورثت على الوالدة والله يرحمها، من كنت صغير كانت تحكي لي حكايات وقصص، ومن بعد كي كبرت انا تياتر المسرح مع في سيدي بلعباس، يعني كان كاتب ياسين على الاولى، يعني كبرنا في هذا المحيط نتاع يعني تاع الكلام ونتاع الفن. كل سنه كاين عروض، لكن رمضان يعني فيه نكحه، يعني فيه واحد البنه، يعني كيما هكذا كاين عائلات راهم حاضرين وكل شيء، كاين بزاف اللي عندهم سنين ما تلاقاوش. الحكايه سبحان الله والفن يلقي هاد الناس. الراوي صديق يسعى للحفاظ على هذا التراث اللامادي من خلال تجواله عبر كافة أنحاء الوطن وخارجه وسرده لقصص لطالما رواها الأجداد. لقيت روحي في الشارع، في الشارع يعني في الحي اللي كنت سكن فيه في سيدي بلعباس، أصحابي في القهوة في الشارع نحكي لهم قصص وروايات، ويعني وبقات في المدارس في القرى، وحاليا رانا نحكوا الحكاية الجزائرية يعني من الشرق إلى الغرب، ورانا نحكوها في أكبر عواصم العالم. الحكوات في وقت مضى كان وسيلة للترفيه ولم يشم العائلات والأصدقاء، وهي تحيا من جديد لتعطي نكهة خاصة للسهرة الرمضانية في بلادنا. مين ناكلك يا هاتو بن هاتو قالها كوليني من العينين اللي ما شافوش واش شافت مراتو.